السلام عليكم، أنا اسمي تنيبو علام حنان، نسكن مدينة بركان في ضفة 94. كان وقع لي واحد المشكل في الدار فوق السطح ديالنا. كنت طلعت رجل الخيط ديال التلفازة وطحت، تحت جيت على واحد البيلي وتهرست مع عمود الفقاري ودرت الحديد. درت في مستشفى الجامعي وجدة وكنت متبعة مع الطبيب، وفوق ما كنمشي كيقول لي راكي مزيانة، غير تبعي الترويض ديالك راكي مزيانة. مهم اليوم غدا اليوم غدا، دابا راه شي مدة 4 سنين وما كانش شي نتيجة. وتلاقيت واحد الطبيب في تركيا وطلبوا لي باش يديروا لي العملية، وانا ما عنديش المبلغ نتاع العملية باش نديرو. ودابا كنطلب من الله من المحسنين يعاونوني، حنا عائلة ما في حالتناش، كاين غير انا والوالدة، خويا صغير كيقرا، غير الوالدة اللي مقابلاني، ما حتى واش تخدم ولا تقابلني انا. مهم مش غادي نقول لكم، حالتنا غير على قد الحال والحمد لله، هذا الشيء من عند ربي سبحانه وتعالى، انا حمد الله وشكره. وبغيت انا اللي يوقف معايا ويعاونني يشوف من حالتي، انا بغيت نوض نوقف على رجليا، انا بغيت نتمشى، انا بغيت نلبس، انا بغيت نشوف، في خاطري شحال من حاجه نبغي نديرها، في خاطري شحال من بلاصه كنبغي نمشي لها وما كنقدرش. دابا غير باش اللي يهزني من الناموسيه ديالي الكروسه، ما كنلقاش اللي يهزني، غير الوالده بوحدها، الوالده بوحدها تخدم الجورني وتجي تقابل الدار تقابلني انا، ملي كتمشي تخدم ما كنلقاش حتى اللي يعطيني ناكل، ما كنلقى حتى اللي يعطيني نشرب، كنبقى فاسقه من الصباح حتى العشيه، حتى تجي هي ما كنلقاش حتى اللي يبدل لي الكوش، شي مره ما كنلقاش حتى باش نشريه. حالتنا على حالة الله، كنطلب من الله والمحسنين يعاونوني. انا بغيت نوقف، انا بغيت نوض نخدم، نعاون مهمتي راه كبيره، ما كتقدر لا تخدم لا والو، ما عندها لا صحه لا والو. الحمد لله يا رب. درك المشكل عندي بلاصه العمليه، نط لي واحد الحبه، المهم نهار اللي طحت فيها في هذيك الحبه كتعمر بالقيح والدم وكتطردق، وما كنقدرش نعس على ظهري، المشكله كنعس على ظهري، ما نقدرش نعس على جنابي لا منا لا منا، كيما نتحط على ظهري كنبقى ما كنقدرش ندور، حتى باش ندور ما كنقدرش، حيت عندي من الصرا لتحت ما كنحس بوالو. دابا كنطلب من الله المحسنين وجلاله الملك يشوفوا بحالتي ويعاونوني، انا ما طالبه والو، ما باغا حتى شي حاجه، باغا غير نوقف على رجليا. راني دايره واحد البريريكه على قد الحال، كنبيع فيها الكارو هنا عند الباب ديالنا، راني كنعاون بها راسي شويه على حساب لي كوش، ولا خصني شي بوماده ولا من كان طيب. حتى الوالده ما كتقدرش تخدم باش تمشي تخدم وتجيب، غير مصروف هكايا باش تجيب لي ليكوش وباش ناكلو، ما كتقدرش تمشي حيت ما كاينش لي قابلني، ما كاينش لي يعطيني نشرب، ما كاينش لي يعطيني ناكل، ما كاينش لي غادي يبدل لي، ما كاين حتى واحد. يجيو هكا الدراري ولاد الحومه ما عارفني، كيجيو مساكن كيديو عليا كيبغيو يعاونوني حتى هما في سبيل الله. انا بغيت نوقف على رجلي وبغيت نعاون الوالده ديالي، انا بغيت نحقق لها كلشي، داكشي اللي ضاع يعني، هي سفرت معايا بزاف وصبرت معايا الله يخليها لي، حتى هي راه معذبه معايا، هي معذبه وانا اكثر، ما كنش انا نوض نوقف ولا نعوض لها غير شي حاجه بداكشي اللي ضاع، صبرت معايا بما فيه الكفايه، وهي كتخدم غير الموقف وحده بوحدها، راه ما غاديش تصفق هي غير بوحدها، الله غالب، ما كرهتش انا نوض نوقف نخدم عليها انا، هي كبرت ما بقاش قادره تخدم، ما قادره دير حتى شي حاجه، هي كتبغي تبين قدامي باللي راها قادره ولا ان هي راه ما قادراش، ربي اللي عالم بها. المهم انا كنطلب من المحسنين يشوفوا من حالتي، اعتبروني بحال بنتكم بحال اختكم.